بخسارة تقدر بمئة مليار دولار يتراجع إيلون ماسك عن حصوله على لقب أغنى رجل في العالم، ويهبط إلى المركز الثاني مقابل نظيره الفرنسي رجل الأعمال الشهير برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH للسلع الفاخرة. ماسك الذي استحوذ على لقب أغنى رجل في العالم، وبعد أن كانت ثروته تقدر ب 340 مليار دولار أمريكي حققها خلال حياته، راجعت ثروته بأكثر من 100 مليار دولار منذ يناير لعام 2021، وهي في حالة تراجع مقلقة حتى الآن. هل سيخسر ماسك لقب ثاني أغنى رجل أيضاً ويهبط بثروته، أم أنه سرعان ما سيعود أدراج الثراء والأرباح الفاحشة كما كان من ذي قبل؟ وما هي الأسباب التي جعلت إيلون يخسر هذا الكم من الأموال في عامين تقريباً ويتراجع اسمه؟ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا والمالك الجديد لموقع تويتر، أصبح بثروة تقدر ب 163 مليار دولار أمريكي وفقاً لتصنيف بلومبرغ، مقابل رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو الذي قدرت ثروته وفق ذات التصنيف ب 170 مليار دولار أمريكي. وتعد هذه المرة الأولى التي لا يتصدر فيها ماسك صدارة مؤشر بلومبرغ. عام 2021 عام الكساد والاضطراب الأكبر في حياة ماسك الربحية، والسبب يعود لتجديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسات النقدية، مما أثر على انخفاض أسهم شركة تيسلا التابعة لماسك بمقدار 50%، وهذا يعد أدنى مستوى انخفاض نزلت له خلال عامين، عدا عن المشكلة الكبرى التي واجهتها شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا. أعلنت الشركة عن سحب أكثر من 300 ألف سيارة بسبب عيب في المصابيح الخلفية، بالإضافة إلى أزمات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف المواد الخام التي تسببت بخسارة فادحة لماسك، فضلاً عن خسارته لعشرة مليارات دولار منذ توقيع صفقة الاستحواذ على تويتر. وأصبح صافي ما خسرته ثروة الملياردير الأغنى في العالم 100 مليار ونصف المليار دولار هذا العام، وصافي ما خسره خلال عامين 170 مليار دولار، وتعد هذه أكبر خسارة لشخص في مؤشر الثروة إذا ما قارن مقدار حجم الثروة الإجمالية التي حققها ماسك في حياته، فتقدر ب 340 مليار دولار، أي أنه خسر نصفها تقريبا خلال عامين فقط. وكان رد ماسك على هذه الاستفهامات والصدمة عما حدث معه قائلاً: ما أتت به الرياح تأخذه العواصف.